للوهلة الأولى يخال للمار من هنا أنه يعبر أحد شوارع اليمن، كيف لا ولافتات المحلات بأسماء محافظاتها ورائحة الوجبات الشعبية تملأ المكان. في تركيا تحديداً هنا في إسطنبول باتت مطاعم الأكلات الشعبية المشهورة جزءاً يعبر عن هوية اليمنيين الذين تقاذفتهم الهجرة إلى أصقاع الأرض. هوية تزخر بمزيج ثقافي وحضاري لم يعجز المهاجرون اليمنيون هنا من نقلها بشكلها الساحر والبديع. فحضرت المعالم الحضارية وفن العمارة اليمنية، فلا يكاد يرى مطعم يمني إلا وازدان بمعالم أثرية ومقتنيات تقليدية، لينتج عنه بشكله النهائي لوحة فنية تعكس ثرى التراث وروعته. نبين الوجه الحضاري لليمن. الناس كلها بتعرف عن اليمن مشاكل، حروب، يعني كل شيء مؤلم في اليمن. ففي أشياء جميلة إحنا مفروض نبينها، يعني إحنا مثلا في مجالنا فكرنا أن نعمل شيء يبين حضارة اليمن كتراث، كحضارة، بلد يمتد تاريخها من يعني كم ألف سنة. الإلفة والاعتياد ونزوع الحنين للوطن وتفاصيله جزء قد يفسر تردد اليمنيين على مثل هذه المطاعم، لكن أن يصبح معظم زوارها من جنسيات عربية وأجنبية فهذا دليل إضافي على أن ما تحتويه المائدة اليمنية من نكهة ومذاق جعلها تحظى بمكانة خاصة، وتأكيد عملي على تفنن اليمنيين في نقل صناعة وجباتهم. الحمد لله من يوم أول يوم في إفتتاح المطعم اليمني في إسطنبول إقبال الأجانب كان إقبال كثير، وخاصة الأتراك والأجانب من جميع الجنسيات، حيث أنهم انبسطوا في الأكلات اليمنية وأعجبتهم كثيرا. هو ليه شهرة يعني بنسمع عنه، احنا بنسمع عن الأكل اليمني من قبل وحبينا نجربه، يعني أعتقد أني بكرر الزيارة لأنه النكهة طيبة والروح والنفس طيب. أنا هنا للمرة الثالثة في المطعم اليمني وهو رائع جدا. نكهة وجباتهم قريبة من النكهة الإفريقية، أجد الكثير من المتعة. أماكن يحتمي بها المغتربون والمهاجرون من برد الحنين إلى الوطن سبب ليس وحيدا لاكتظاظها بعشرات الزوار يوميا، فغنى المائدة اليمنية بالأصناف وخصوصيتها وعراقة الحضارة عوامل أساسية جعلت من حظوظ هذه المشاريع أكبر. من باب اليمن إلى خليج عدن إلى حضرموت لا تبدو كواجهات لمطاعم بقدر ما تحمل دلالة حضارية حملها الإنسان اليمني معه، اتكأ عليها في رحلة شتاته وعبر عن ذاته فيها، لتغدو المطاعم في إسطنبول وغيرها من البلدان سفيراً حضارياً وثقافياً لدى شعوب العالم. شروق القاسمي لبرنامج المساء اليمني قناة بلقيس.